نتكلم شوية ما هو تأثير تشديد هذه الإجراءات على نفسية المواطن المغربي، هل هو متقبل لها أو لا؟ عن تقبل، يعني ما إنما هو كان تقبل لوضع نفسي آخر فيه القليل من أو الكثير من القلق وغياب يعني انتشار الوباء عبر المغرب وعبر العالم أيضا. اليوم هناك أيضا خبر لرجوع فرنسا للحجر الصحي نعم لمدة شهر أخرى لتشديد يعني الإجراءات الاحترازية لانتشار يعني الفيروس مرة أخرى. ربما نحن أمام موجة ثانية مع اقتراب الخريف، و نعرف بأن الإنفلونزا في هذه المرحلة ستكون كان بشكل مكتوب كبير. أن المشكل في الاتصال. صح فيصل، أستاذ الصوت فيصل، دكتور كينقطع. فيصل، ربما كان مشكل في التغطية. نعم. إلى يعني الريزو عندك أو ربما الويفي أو كيقطع. إلا كان ممكن كاين شي حل. لما كان شي حل نشوفه ونتواصل معك عبر الهاتف مباشرة. نعم. نعود نتواصلوا معاه باش تكون جودة في الصوت. نعم. واضحة للناس اللي نعم سمعوها. نعم تكون جودة في الصوت وتوصل. فنطلبوا من الزملاء في التقنيين يعاودوا يتواصلوا إن شاء الله. معه. إن شاء الله. حسنا، الدكتور قال بأنه يعني العالم كله غادي في هذا الإطار. نعم. ديال تشديد الإجراءات. نورمال. ماشي غير احنا. ماشي غير احنا، لأنه دابا كنشوفوا تغيير الفصول، وطبعا احنا دخلنا في الخريف الشتاء، أكيد أنه التغييرات الجوية هذه غتأثر على الصحة وعلى النفسية، وكذلك غيخلي كيف قالوا قبل في منظمة الصحة العالمية. صحيح. والأطباء والأخصائيين في هذا الموضوع أنه غادي يزيد من انتشار الفيروس هذا، ولكن احنا نحاولوا. ربما المغرب داير خطوة استباقية قبل ما تجي، حتى من قبل أول. صحيح. ما بدا ما تجي الموسم ديال الإنفلونزا عادية. نعم. اجي نسبقوا، لان الا جات الانفلونزا وكثروا المصابين غادي. نعم. تبعث الاوراق في المغرب. ربما الوزاره الداخليه والسلطات الصحيه او وزاره الصحه يعني ربما خداو خطوه استباقيه، ربما غادي من بعد غادي نعرفوا الايجابيه ديال هذه الخطوه هذه. نعم. وغادي نسولوا عليها الدكتور اللي اظن انه معنا الان، الدكتور فيصل الطهاري اخصائي نفسي كلينيكي معنا. نعود نفس السؤال هذا، نتكلم على تشديد الاجراءات بالنسبه على نفسيه المواطن المغربي. نعم، هي تشديد إجراءات واقعية جدا في ظل يعني عدم المرور لفرض الحجر الصحي مرة ثانية، وتنعرفوا مضاعفاته والآثار الناجمة عنه لا على مستوى الاقتصاد ولا على مستوى أيضا النفسي. أضرار نفسية يعني بدأت منذ انتشار الوباء، الخوف، القلق، عدم وجود صورة واضحة لماهية هذا الفيروس. وصلنا إلى مرحلة اليوم الكل يعلم ويعرف ما هو هذا الفيروس، كيفية يعني الوقاية من هذا الفيروس، ولكن في نفس الوقت احنا مازالين أمام ارتفاع عدد أو أعداد المصابين بالفيروس بشكل كبير، وهذا يعني في نفس الوقت هو تزيد من القلق ديال الناس ومن الخوف ديال الناس. ولكن في نهاية المطاف كيبقى أيضا يعني الخوف من العودة للحجر الصحي ربما أيضا وارد جدا عند المواطنين. فأمام إجراءات احترازية على مستوى مدن معينة وأحياء معينة ربما يبقى أخف الضررين. الضرر النفسي هو كيف ما قلنا كان منذ بداية انتشار الوباء، و يعني ازداد بشكل أكبر في مرحلة الحجر الصحي. احنا الان في مرحله ديال 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 عوده مره اخرى لانتشار الوباء، ولكن هذه المره باعداد كثيره. ربما المواطن المغربي ربما ترخاش شويه امام الارقام اللي في نفس الوقت تعلن عليها وزاره الصحه الخاصه بعدد المتعافين. ربما كيشوفوا الناس بانه ممكن ان نسجل 2500 حاله في اليوم ويمكن ان يشفى 2500 في نفس الوقت. دكتور فيصل، على ذكر ارتفاع. نعم. هذه الارقام مثلا خلينا نشوف على حقاش الناس كيسمعوا بان هذا مثلا الرقم ديال المتعافين زاد، داكشي علاش كيحاولوا مثلا يخفوا من هذه الاجراءات او انهم يقولوا سي بون يعني صافي ما بقاش الوضع خطير وما بقاوش كياخذوا مثلا التباعد او غيرها من خلال الحالات ترتفع.
تماما، هذا تحليل من بين تحاليل كثيرة، هو أن كاين هناك مستوى تراخي كبير. لا نعم. نتكلم فقط عن محور الرباط والدار البيضاء بالمغرب، المغرب يمتد من طنجة إلى الجويرة، هناك مناطق كثيرة، هناك مناطق بعيدة عن هذا المحور اللي نعم. فيها نوع من التراخي، ربما يكون تجديد يعني السياسة الاحترازية والوقائية في كثير من المدن الكبيرة، ولكن تظل هناك أيضا مدن صغيرة، في حين أننا يعني نسب انتشار الوباء عبر المغرب هو يستهدف كل مناطق المغرب شمالا جنوبا شرقا غربا، فبالتالي اليوم المواطن عنده مسؤولية أكبر في أن يأخذ احتياطاته وأن يحتاط بشكل أكبر على مستوى ارتداء الكمامة، غسل اليدين والتباعد الجسدي، لأن هذا الأمر لا يقتصر فقط على المغرب كيف ما قلنا، فهو يقتصر على العالم بأسره، إلى حدود منتصف أو إلى حدود نهاية هذه السنة الجارية 2020 ربما يكون اللقاح، ربما قد يتأخر اللقاح، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يظل هذا المواطن متماسكا. نحن ما زلنا داخل الأزمة، لم نتجاوز بعد أزمة كورونا، لا زال المرض يتفشى ولا زالت أعداد الموتى تزداد بشكل أكبر، وصلنا إلى 70 وإلى 60 حالة عبر في خلال اليوم. هذا الأمر كله يجب أن يؤخذ بشكل من الجدية من المواطن المغربي كي لا ربما تزداد الأعداد بشكل أكبر، وكي لا نصيب يعني الأسر والمحيطين به. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.